بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات إلى حلقة اليوم من دروس الرياضيات، والتي سوف تكون في فرع القطوع المخروطية. تنشأ القطوع المخروطية أبنائي الطلاب والطالبات من تقاطع مستوى مع مخروط قائم ممتد من طرفيه، أو ما نسميه بالمخروط المزدوج. وفي الأشكال التالية سنلاحظ نشوء هذه القطوع. لاحظنا أبنائي الطلاب والطالبات كيف أن القاطع الزائد تشكل من تقاطع مستوى مع المخروط القائم الممتد من طرفيه، حيث كان المستوى موازيا لمحور القطع. لكن هناك توضيح بياني آخر لتشكل القطع في المستوى الإحداثي، حيث القطع هو عبارة عن مسار لنقطة، بحيث يكون الفرق بين بعديها عن نقطتين ثابتتين مقدار ثابت. نسمي هاتين النقطتين الثابتتين بؤرتي القطع الزائد. وفيما يلي البيان أو فيما يلي توضيح تشكل القطع الزائد في المستوى الإحداثي. شكل القطع الزائد، سنلاحظ كيف يتشكل القطع الزائد على المستوى الإحداثي. طبعا هنا سيظهر شكل القطع والنقطة التي يمكن نفترضها على القطع، والبعدين عن النقطتين الثابتتين اللتان هما بؤرتا القطع قاف واحد وقاف اثنين. لاحظ حركة النقطة على القطع، بحيث يكون الفرق بين البعدين قاف واحد نون وقاف اثنين نون مقدار ثابت. تعريف: القطع الزائد هو مجموعة كل النقاط في المستوى التي الفرق بين بعديها عن نقطتين ثابتتين في المستوى يساوي طولا ثابتا أو مقدارا ثابت. نسمي النقطتان الثابتتان بؤرتي القطع الزائد. وللقطع الزائد أبناء الطلاب والطالبات معادلته الخاصة، ولأننا في حلقة مراجعة ومسائل سنستعرض فقط شكل القطع والمعادلة الخاصة بالشكل. هناك حالتين للقطع الزائد. طبعا الحالة الأولى عندما يكون المحور القاطع على محور السينات، في هذه الحالة يكون القطع سيني وله معادلة في هذه الحالة. وعندما يكون المحور القاطع على محور الصادات يكون القطع قطع صادي وله معادلة خاصة به، كما سنلاحظ في الأشكال التالية. هذا هو الشكل النموذجي الأول للقطع الزائد، البعد الأول والبعد الثاني والمحور القاطع، ثم المحور المرافق الواصل بين النقطتين صفر وباء وصفر ناقص باء. ومعادلة القطع في هذه الحالة هي سين تربيع على ألف تربيع ناقص صاد تربيع على باء تربيع يساوي واحد. لاحظ الأول هنا هو سين تربيع على ألف تربيع، وهذا أو هذه هي العلامة الأولى لأن يكون القطع سيني، حيث جيم أكبر من ألف دائما، جيم أكبر من ألف دائما في القطع الزائد. هذا الشكل هو الشكل الصادي للقطع الزائد، حيث صاد تربيع على ألف تربيع في الأول، ومعادلته هي صاد تربيع على ألف تربيع ناقص سين تربيع على باء تربيع
يساوي واحد. لاحظ هنا الألف تربيع تحت الصاد تربيع، كما كانت هناك في الشكل السيني الألف تربيع تحت السين تربيع، وجيم أكبر من ألف في كل الحالات. لاحظنا أبنائي الطلاب والطالبات أن للقطع الزائد وضعان نموذجيان، والوضعان النموذجيان كل وضع له معادلة. المعادلة الأولى في الوضع النموذجي السيني هي سين تربيع على ألف تربيع ناقص صاد تربيع على باء تربيع يساوي واحد. وفي هذه الحالة المحور القاطع يكون على محور السينات. أما الوضع النموذجي الثاني فمعادلته، أو هو الوضع الصادي، معادلة صاد تربيع على ألف تربيع ناقص سين تربيع على باء تربيع يساوي واحد. جيم أكبر من ألف في الوضعين بالنسبة للقطع الزائد. سنأتي الآن أبنائي الطلاب والطالبات لتوضيح ذلك أكثر في الأمثلة التالية. المثال الأول، أوجد إحداثيات البؤرتين والرأسين، وأوجد التخالف المركزي ومعادلتي الدليلين ومعادلتي المقاربان للقطع الزائد في الحالتين التاليتين. واحد، إذا كانت معادلة القطع 25 سين تربيع ناقص 16 صاد تربيع بيساوي 400. واثنين، إذا كانت معادلة القطع 25 سين تربيع ناقص 8 صاد تربيع زائد 200 يساوي صفر. في الحل سنبدأ أولا حل كل مسألة على حدة، ثم سنعمل على مقارنة الحلين معا بعد الانتهاء من حلهما. في الأولى، المعادلة المعطاة هي 25 سين تربيع ناقص 16 صاد تربيع بيساوي 400، بقسمة الطرفين على 400 حتى نجعل الطرف الأيسر واحد، يقتضي أن سين تربيع على 16 ناقص صاد تربيع على 25 يساوي واحد. طبعا هنا ألف يكون دائما في البداية في الكسر الأول، الكسر السالب بعد أن تكون المعادلة في وضعها النموذجي، الكسر السالب يكون المقام فيها باء تربيع، أما الأول فهو ألف تربيع. هنا طبعا القطع سيني لأن الكسر الأول هو سين تربيع على 16، يبقى ألف تربيع بيساوي كام؟ 16، يعني ألف بتساوي زائد أو ناقص 4. في هذه الحالة نستطيع أن نوجد طول المحور القاطع حيث هو يساوي 2 ألف، أو يساوي 2 في 4 ويساوي 8. الرأسان طبعا زائد أو ناقص ألف وصفر. لماذا قلنا ألف وصفر؟ ما قلناش صفر وألف، لأن القطع سيني. ألف لدينا 4، يبقى الرأسان هما زائد أو ناقص 4 وصفر. باء تربيع بيساوي 25 أيضا من المعادلة، يقتضي أن باء بيساوي 5 أو زائد أو ناقص 5. طول المحور المرافق بيساوي 2 باء ويساوي 2 في 5 ويساوي كام؟ 10. جيم تربيع بتساوي ألف تربيع زائد باء تربيع، حيث جيم قلنا أكبر من ألف، ويساوي ألف تربيع اللي هي 16 زائد باء تربيع اللي هي 25، حتساوي 41. جيم في هذه الحالة بيساوي كام؟ بيساوي الجذر التربيعي لواحد وأربعين. يبقى البؤرتان أصلا في القطع الزائد السيني هما زائد وناقص جيم وصفر، ويساوي زائد وناقص الجذر التربيعي لواحد وأربعين وصفر. يا التخالف المركزي جيم على ألف، ويساوي الجذر التربيعي لواحد وأربعين على أربعة. معادلتي الدليلان في القطع الزائد السيني، سين بتساوي زائد وناقص ألف تربيع على جيم، لدينا ألف تربيع ولدينا جيم، إذن المعادلتين هما سين بيساوي زائد وناقص 16 على الجذر التربيعي لواحد وأربعين. معادلتي المقاربان
صاد بيساوي زائد أو ناقص باء على ألف سين في القطع الزائد، يقتضي أن المعادلتان هما صاد بيساوي زائد أو ناقص خمسة على أربعة سين. نأتي لحل المسألة الثانية التي هي عندما تكون المعادلة 25 سين تربيع ناقص 8 صاد تربيع زائد 200 يساوي صفر. لاحظ، أولا نحول المئتين إلى الطرف الآخر هيكون بالسالب، ثم نقسم على سالب 200. بالقسمة على سالب 200 هتكون المعادلة بالشكل سين تربيع على ناقص 8 ناقص صاد تربيع على ناقص 25 بيساوي 1. لاحظ أن الصاد تربيع هتتحول للأول لأن ناقص في ناقص بزائد، يبقى المعادلة هيكون شكلها صاد تربيع على 25 ناقص سين تربيع على 8 ويساوي 1. لاحظ أن الألف تربيع هنا كم بتساوي؟ بتساوي 25 التي تحت الحد الأول في الوضع النموذجي. يبقى ألف بتساوي كام؟ زائد وناقص 5. إذن طول المحور القاطع بيساوي 2 ألف ويساوي 2 في 5 ويساوي كام؟ 10. الرأسان هما صفر وزاد أو ناقص ألف. لماذا قلنا صفر وزاد أو ناقص ألف؟ لأن القطع صادي، القطع صادي، يبقى الرأسان هما صفر وزاد أو ناقص 5. باء تربيع بيساوي كام؟ 8. باء بتساوي الجذر التربيع لثمانية وتساوي 2 جذر 2. طول المحور المرافق بيساوي 2 في باء ويساوي 2 في 2 جذر 2 ويساوي 4 جذر 2. نوجد جيم، جيم تربيع بتساوي ألف تربيع زائد باء تربيع، وحتساوي كام؟ حتساوي 25 زائد 8 وتساوي 33. يبقى جيم بتساوي الجذر التربيعي ل33. البورتان صفر وزائد أو ناقص جيم، يبقى حتساوي صفر وزائد أو ناقص الجذر التربيعي ل33. ياء بتساوي جيم على ألف، وحتساوي الجذر التربيعي ل33 على 5. معادلتي الدليلان صاد بتساوي زائد أو ناقص ألف تربيع على جيم، ألف تربيع موجود لدينا 25 وعلى جيم التي هي الجذر التربيعي ل33. يبقى المعادلتين صاد بتساوي زائد أو ناقص 25 على الجذر التربيعي ل33. معادلتي المقاربان في الوضع الصادي صاد بتساوي زائد أو ناقص ألف على باء في سين، يبقى المعادلتان هما صاد بتساوي زائد أو ناقص 5 على 2 جذر 2 سين. نأتي الآن أبناء الطلاب والطالبات إلى مقارنة الحلين معا والتنبه إلى النقاط التي نحدد فيها شكل القطع أو نوع القطع من شكل المعادلة. أولا لاحظ في الطرف الأيمن توصلنا إلى أن المعادلة سين تربيع على 16 ناقص